أهلا وسهلا طلبتنا الأعزاء في فضائية العراق التربوية، رحب بكم ونقدمكم درس من دروس اللغة الفرنسية للصف السادس الإعدادي يخص محاورة الوحدة الرابعة الدرس الثالث غيف دانفونس أحلام الطفولة. قبل لا نبدأ رح نرحب بالأستاذ نزار، أهلا وسهلا. مرحبا ست نعام. مرحبا طلابنا الأعزاء، الله يحفظكم، وما زلنا معكم في إكمال منهج الصف السادس بالمباشر معكم. ونذكر ممكن الاتصال لأي سؤال لأي استفسار لأي طلب، احنا حاضرين ورقم الهاتف موجود في أسفل الشاشة، وعلى مدى ساعة البث نحن جاهزون. طلابنا اليوم راح نقدم لكم محاورات، المحاورات للدرس الثالث، ومثل ما تعرفون انه اسم الوحده مالتنا لي فانتوم دو مترو، اشباح المترو. درسنا اليوم راح يكون غيف دونفونس، راح نتعرف على شخصيتنا الدائمه اللي هو جون ديغوميه، كيف كان في الطفوله وارتباطها في القصه. فمرحبا بكم، نرجو المتابعه. شكرا ست نعام. Bienvenue, nos chers élèves, sur notre chaîne éducative DIRAC. Notre leçon aujourd'hui aborde le dialogue de sixième année, rêve d'enfance. Hewar, le Safo Sadis, Hua, unité 4, leçon 3, rêve d'enfance, Ahlam, الطفولة. أخذنا بالدروس السابقة أحلام غيف دو غولوار، أحلام المجد اللي تخص جون دو غوميان. اليوم راح نستمر في طرح موضوع الليسون غيف دونفونس، أحلام الطفولة هي أحلام جون دو غوميان. أيضا أحلام جون دو غوميان هي في لي ستاسيون، في محطات دو مترو. فاليوم درسنا عن الغيف دونفونس، أحلام الطفولة، معناته جون دو غوميان نرجع إلى طفولة جون دو غوميان، لأنه يستذكر طفولته خلال الاستوار، خلال القصص التاريخ اللي يقراها. فهنا راح نقرأ أو تابلو الغيف دونفونس، أحلام الطفولة. فو غوغاردي لو تابلو، تشاهدون التابلو، اللوحة، هذا التكست، النص عن leçon 3, الدرس الثالث، غيف دونفونس، أحلام الطفولة. Je vais lire le texte, راح أقرأ النص pour vous. Il y a 40 ans, il y a، هنا ألاحظ il y a يعني منذ، depuis، il y a depuis منذ، مدام إجا بعدها تون زمن معناته منذ. Il y a 40 ans، منذ 40 عاما، منذ 40 سنة. هنا يتحدث عن تاريخ جون دو غوميان، عندما كان جون دو غوميان قبل 40 سنة، إليا كارونتو، منذ 40 سنة. ست نعام، لو تسمحي لي لو نقرأ بالبداية بدون ترجمة للنهاية، ونرجع بعدين نترجمها فقرة فقرة، يمكن يكون وي وي جو في ليغ لو ديالوغ سان تراديكسيون. وي إليا كارونتو، إن كلاس دو سانكيام دان ان كوليج باريزيان. Le professeur de français donne des explications. اسمحي لي انا وطلابنا الاعزاء، اذا تفتح كتابك ويانا وتتابع تكون اوضح، عندك صفحه 169 بالضبط. تفضلي ست نعام. Il y a 40 ans, une classe de 5e dans un collège parisien. Le professeur de français donne des explications. Je vais vous expliquer une règle de grammaire. Je vais vous expliquer une règle de grammaire ancienne, difficile, pardon, difficile. Et je vous serai reconnaissant d'écouter attentivement. Le participe passé employé avec le verbe avoir s'accorde en genre et en nombre et en nombre avec le complément d'objet direct de verbe. Je précise qui s'accorde seulement quand le complément est placé avant le verbe. Autrement dit, si le complément est après le verbe, il n'y a pas d'accord. Vous me suivez? C'est clair? Pour être plus précis, je vais donner des exemples. Le professeur continue son homologue. Tous les élèves semblent écouter, mais au fond de la classe, caché derrière un grand, le jeune de Gommier baisse les yeux sur son livre d'histoire ouvert sur ses genoux. Indifférent aux aventures du participe passé, il lui est égal que
que la leçon soit ennuyeuse. En effet, l'héroïne qui le passionne est maintenant prisonnière des Anglais. هذا lecture قراءة النص en français. Je vais expliquer les mots difficiles pour vous. Je vais répéter la lecture. Il y a 40 ans, une classe du cinquième. Une classe du cinquième في الصف الخامس معناته يتحدث عن أحداث جون دوغمي يستذكر طفولته لما كان في الصف الخامس دو كلاس دو سيكيام دان زان كوليج باريزيان في مدرسة باريسية معناته هذه المدرسة ستن عام إذا تسمحي لي هنا مداخلة بسيطة طلابنا الأعزاء دان زين كلاس دو سيكيام دان زان كوليج باريزيان سيكيام الصف الخامس شنو المقصود به هنا؟ طلابنا المقصود به هو الثاني متوسط لأن النظام الأوروبي بالمدارس هو نظام تنازلي صف ال 12 يعني صف الأول ابتدائي ال 11 ثاني ابتدائي ال 10 هو ثالث ابتدائي وهكذا تنازلي يعني من نوصل إلى السانكيم راح يكون صف ثاني متوسط من نوصل للسادس الإعدادي هو البخومي أو لو تيرمينال يعني المرحلة المنتهية أو نقول عليها الباك اللي هي الباك. دانز أون كوليج باريزيان. الكوليج طلابنا الأعزاء احنا نظام الكوليج. الكوليج المقصود بها هنا هي المتوسطة. صف ثاني متوسط والكوليج مقصود بها متوسطة وممكن أن تكون نظام الثانوي عندنا ليسي والسكوندير التعليم الثانوي البريمير التعليم الابتدائي. الليسي هي الإعدادية والكوليج هي المتوسطة فوجب التنويه أنه هو الآن في الصف الثاني متوسط تحديدا والمقصود بالسانكيام هو الصف الثاني متوسط شكرا تفضلي إذن هو أنا لف تلميذ dans un collège parisien في مدرسة باريسية le professeur الأستاذ إذن هنا dans la classe في الصف le professeur de français أستاذ دو فرانسي أستاذ اللغة الفرنسية دون ديز إكسبليكاسيون دون ديز إكسبليكاسيون يعني يعطي إكسبليكاسيون شرح معناته إل إكسبليك إن ليسون هو يشرح درس هنا هذا أون بارونتيز لا بارول دو بروفيسور كلام الأستاذ إل إكسبليك لا ليسون يشرح الدرس هنا يقول الأستاذ إل بارل جو في فوز إكسبليكي سأشرح لكم une règle de grammaire une règle قاعده règle قاعده de grammaire القواعد difficile يوضح لهم الاستاذ بان règle de grammaire est difficile صعبه هاي règle القاعده et je veux serai reconnaissant d'écouter attentivement et je veux serai reconnaissant ساكون ممتنا او شاكرا لكم de écouter écouter ان تزغوا attentivement بانتباه دعم الأستاذ ينبه الطلاب pour écouter attentivement بانتباه le participe passé إذا هنا البروفيسور يشرح le participe passé اسم المفعول des verbes employé يستخدم هذا participe passé يستعمل avec le verbe avoir معناته بعد أنتم ماخذين بالرقلة بالقواعد اللغة إنه participe passé يستخدم أكو بعض الأفعال تأخذ الأكسيليير إتر وبعضها تأخذ الأكسيليير أفوار هنا دي يشرح الغيقلة أفيك الأكسيليير أفيك لوفير أفوار اللي تأخذ الفعل المساعد أفوار هنا يشرح البروفيسور لوفير أفوار سكورد سكورد أن جنر إي أن نومبر سكورد أن جنر يعني نوعا نوعا و نومبر والعدد يعني هنا جون قصده فيمينا مذكر مسكولا مسكولا مذكر فيمينا مؤنث او بلوريال او نومبر اذا كان عدد نومبر افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت مع المفعول به المباشر دو فيرب مفعول مباشر الفعل قصده لو بارتيسيب باسي اسم المفعول سكورد يتطابق مع المفعول به نوعا وعددا هنا دي يشرح ايد البروفيسور الكونتينيو اكسبليكاسيون يشرح الدرس جو بريسيز جو بريسيز انا احدد جو بريسيز احدد كيل سكورد
يعني المفعول به الإيل سكورت يعني يتطابق سلمان فقط سلمان فقط كان لو كومبليمون عندما المفعول به يعني تكمله المفعول به اي بلاسي يوضع مكانه افون لو فيرب قبل الفعل. احنا تباخذين بالرمبلاسمون بالتعويض انه الكومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به مباشر شلون يكون افون لو فيرب؟ يكون بصيغه برونو ضمير برونو. فهذا البرونو اذا كان يعوض عن كومبليمون اوبجي ديريكت المفعول مباشر فمنا راح يكون اكور تطابق ويا البارتيسيب باسي يضيف له او البارتيسيب باسي هذا قصده بالسكورت. او اذا كان بلوريال بلوريال ماسكولا يضيف له اس واذا بلوريال فمنا يضيف له البارتيسيب باسي او اس هذا الاكور. فهنا دي يشرح البروفيسور الاكور لو كومبليمون دوبجي لو كومبليمون اي بلاسي افون لو فيرب اذا يكون مسبوقا يسبق الفعل افون لو فيرب. إذا يشرح يكمل autrement dit autrement dit يعني بطريقة أخرى أقول بطريقة أخرى autrement dit أو بكلام آخر أقول si هنا عندك هذه si الconditionnel si le complément إذا المفعول به et après le verbe إذا المفعول به بعد الفعل il n'y a pas لا يوجد d'accord لا يوجد التطابق الأكور التطابق. إذا كان le complément après le verbe il n'y a pas d'accord لا يوجد التطابق. Vous me suivez vous me suivez ست العام إذا تسمحي لي هنا للطلاب الأعزاء أعيد لهم شوية التطابق. L'accord de participe passé تطابق participe passé عندنا شكلين من التطابق l'accord de participe passé avec le sujet مع الفاعل ou l'accord de participe passé avec le complément d'objet direct مع التكملة المباشرة. كيف هذا يكون؟ درسنا مع الأزمنة المركبة بديناها بالباسي كومبوزي والبلوس كو بارفي والفيتور انتيرير وحتى الكونديشنال باسي. هذه أزمنة مركبة. ليش مركبة؟ لأن تتكون من اوكسيليير زائدا participe passé فعل مساعد زائدا participe passé. ونحن نعلم جيدا أن الparticipe passé يتطابق في حالات معينة. الأوكسيليير أما être أو avoir. الـ être لأفعال معينة أسميناها لverbe de déplacement أفعال التنقل. أفعال التنقل عند استخدام الفعل المساعد être معها في صياغة الأزمنة المركبة ومنها الباسي كومبوزي قاعدة عامة دائما يتطابق الparticipe passé مع السوجي مع الفاعل. مثلا il est parti هو غادر من تكون الفاعل il il est parti لازم للparti أضيف لها e لأنها تعمل عمل الصفة. إذا قاعدتنا الأولى يتطابق الparticipe passé مع السوجي إذا استخدمنا الفعل المساعد être. عند استخدام الفعل المساعد avoir يحصل تطابق في حالات خاصة مو دائما يعني مع être دائما مع avoir عفوا مع être اكو استثناءات لكن مو الآن ذكرها. يعني مثلا إذا إجا اسم بعد الأفعال الضميرية منطابق ويا سوفير منطابق لكن مو موضوعنا. موضوعنا أنه مع être نطابق الparticipe passé ويا سوجي مع avoir لا نطابق إلا في حالات خاصة. الآن الأستاذ le professeur de français dans la classe الكلاس اللي بي جون دي غومي يشرح التطابق في حال وجود الفعل المساعد avoir يتطابق الparticipe passé مع الكومبليمون دوبجي ديريكت مع التكملة المباشرة وليس مع الفاعل فقط إذا كانت قبل الفعل المساعد avoir. متى تكون التكملة المباشرة قبل الفعل المساعد avoir؟ عند التعويض. مثلا il a pris أخذ la voiture السيارة من أعوض عن la voiture il a pris la voiture تعوض بلا أخليها قبل a pris يصير il a pris لازم ألفظها il a pris. ليش؟ لأن صار عندي la اللي هو تعويض عن تكملة مباشرة عن la voiture مكانه قبل الفعل المساعد avoir a
يتطابق الباختيسيباسي مع ضمير التعويض اللي أصبح قبل الفعل المساعد أفوار. تصير إلا بخيز. إلا بخيز. ضفنا أو إلى البخي اللي هو الباختيسيباسي مع الفعل بخوندر. وبشكل آخر كما وضح الأستاذ بأنه لا يحصل تطابق إذا كانت التكملة المباشرة بعد الفعل. فقط يحصل التطابق إذا كانت التكملة المباشرة قبل الفعل. حالة أخرى بالاستفهام نشرحها ويا الاستفهام، وحالة أخرى عند الربط بالضمير البخونو غولاتيف كو نشرحها عند تقديم الضمير ربط كو. والآن الأستاذ بصدد شرح إن غيغ القاعدة ووصفها بأنها ديفيسيل صعبة، وهي لاكورد دي بارتيسيباسي افيك لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي لو كومبليمون اي افون لو فيرب. وقال بشكل آخر بأنه سي لو كومبليمون اي ابخي لو فيرب إل نيا با داكور، ماكو تطابق. وشكرا ستنعم، اخذت من وقتك هواي. هذا الموضوع جدا يعني امبورتون بالتعويض طلابنا. وي هنا انا مثل ما اشرح البروفيسور لا ريغل دو لاكور افيك لو كومبليمون مع المفعول به التطابق. هنا الاستاذ يتكلم مع افيك لي زيلف مع التلاميذ يل دي فو مو سويفي، هل تتابعوني؟ سويفغ يعني يتبع الدرس أي يتبع المحاضرة، يقول سويفغ لوكور سويفغ لا ليسون. فو مو سويفي، هل تتبعوني تتابعوني؟ هنا هذا المو تلاحظوا هو ضمير التعويض أيضا، فو مو سويفي، فو سويفي موا عوضها مو، فو مو سويفي هل تتابعوني؟ سي كلير هل هذا واضح؟ سي كلير هل هذا واضح؟ يعني هذا الشرح اكسبليكاسيون اكلير واضح. بور اتر بلو بريسي حتى أكون أكثر دقيق، أكثر دقة، بوخلي أكون أو تكون قاعدة أكثر دقة. Je vais vous donner des exemples. سأعطيكم أمثلة. إذا هنا أنا الأستاذ البروفيسور متواصل بشرح الغيغلة دو غرامير لاكور والتطابق. Il va donner des exemples، راح يعطي أمثلة. هنا إذا تلاحظون أكو تنقيط أو أكو نسد الكلام، معناته نغلق البارونتيز الكلام. معناتها هذا كلام البروفيسور. نجي هنا يدي يشرح عن حالة الصف شلون كانت. البروفيسور الأستاذ كونتينيو استمر سون نومولوج كلامه أو خطابه أو حواره. تو لي زيليف كل التلاميذ سومبل يبدون إيكوتي، يبدو عليهم يزغون. سومبل إيكوتي ممكن سومبل يجي بعدها إنفينيتيف. يسومبل إيكوتي يبدو عليهم الإصغاء أو يزغون. بوان نقطة. مي لكن أو فون دو لا كلاس. أو فون دو لا كلاس. أو فون دو يعني في أمق، في نهاية. أو فون دو لا كلاس في أمق الصف، يعني في نهاية الصف. دو لا كلاس كاشي مختبئا. derrière خلف un grand يعني un grand élève يعني طالب كبير. un grand يعني ممكن ذاكر الالف بس يعني un grand خلف يعني واحد ضخم. خلف واحد ضخم تمام، يعني يقصد به احد تمام. un grand le jeune de gommier الشاب الصغير. de gommier هنا جان يعني قصده يعني مو بهالعمر من هو كبير، من كان ألف تلميذ الصغير أو الشاب دو غوميه. إذا هو من المختبئ ديغيير أن غران. هنا أنا قدم التعبير مي أو فون دو لا كلاس كاشي ديغيير أن غران، مختبئا خلف طالب كبير أو ضخم. من هو؟ لو جون دو غوميه الشاب دو غوميه. لو جون دو غوميه دو غوميه baisse les yeux خافضا عينيه sur son livre d'histoire على كتابه التاريخ. baisse les yeux خافضا عينيه يعني نزل عينه. sur son livre d'histoire على كتابه التاريخ. sur son livre d'histoire
إذن أنا جون دوغومييه كان منشغل بكتاب التاريخ par son livre d'histoire وما منتبه على l'explication du professeur شرح الأستاذ. إذن هنا جون دوغومييه حالته شنو؟ جون دوغومييه baisse les yeux خافضا عينيه sur son livre d'histoire على كتابه التاريخ. ouvert إذن شان حالته هذا الكتاب ouvert مفتوحا sur ses genoux sur ses genoux على ركبتيه. إذن جون دوغومييه baisse les yeux خافضا عينيه sur son livre d'histoire على كتاب التاريخ ouvert مفتوح sur ses genoux على ركبتيه. إذن هنا جون دوغومييه il s'assied en arrière بالأخير au fond de la classe في نهاية الصف في عنق الصف. il est caché مختبئا derrière un grand خلف طالب يعني كبير الحجم واللي يقرأ il baisse les yeux خافض عينيه sur son livre d'histoire معناته جون دوغومييه il lit le livre يقرأ الكتاب dans la classe في الصف. هنا أنا indifférent هنا point نقطة دي يشرح على حالة دوغومييه indifférent يعني غير مكترث indifférent غير مكترث غير مهتم indifférent غير مكترث aux aventures du participe passé aventure يعني ما تجي مغامرات aux aventures du participe passé لمغامرات أو أحداث اسم المفعول معناته اسم مفعول بهواي تفاصيل في الشرح الأستاذ منهمك أو مهتم بشرح حال الطلاب وتفهيمهم le participe passé et جون دوغومييه il est indifférent غير مكترث غير مهتم aux aventures du participe passé il lui est égal que la leçon soit ennuyeux lui est égal انه بالنسبه له الامر سيان او متساوي que la leçon soit ennuyeux ان يكون الدرس ennuyeux يعني مملا la leçon soit ennuyeux الدرس مملا مزعج او تمام. ممل تمام. ennuyeux la leçon soit ennuyeux هنا lui est égal هنا كو هنا لاحظ هذه ايضا مو مترقه هو بالسبجنكتيف بس هي ايضا تاخذ لو مود السبجنكتيف هذا سوا هو تنعامل الى لوي ايتيغال هذا ان جوجمون حكم مثل ما اقول الي امبورطون ايل ني باز امبورطون اقول الي نيسيسير ايل ني باز نيسيسير هذه الجوجمون تاخذ سبجنكتيف الى لوي ايتيغال الامر متساو له ك لا لسون سوا انتبه على سوا هذا السبجنكتيف مال الفيرب اتر اونويوز يعني الدرس دائما مزعج بالنسبه له هو مو ويا الدرس ويا الكتاب المفتوح على ركبتيه وغالبا راح يكون كتاب تاريخ تفضلي ست ميرسي il lui est égal que la leçon soit ennuyeuse en effet في الحقيقه en effet تاخذ هذا البريبوزيسيون هنا يعني الطلاب من خلال النص ممكن تستفادوا من الريغل دو غرامير قواعد ال هذا ان اكسبريسيون يعني على فيريتي على فيريتي لي برون دائما ويا حرف الجر اون تمام اون في الحقيقه او في الحقيقه ليغوين اذا هنا بالحقيقه جون دوغومييه مهتم بالقصة بكتاب التاريخ أكو هنا بكتاب التاريخ دي يقرأ قصة إنستوار هاي القصة بها إيغوين بطلة أتكم إيغو بطل الفيمينا دو بطل إيغوين ليغوين بطلة القصة ليغوين كي لو باسيون التي شوقته هنا لو هذا الكومبليمون اللي يتكلم عنه الأستاذ استشرحها لو تعوض المفعول به الكومبليمون دوبجي direct أول il passionne Jean de Gomier أول Jean de Gomier بل بخنون le qui le passionne التي هذه الإغنية شوقته تثير شغفة يعني تثير شغفة وي هنا أتكم هذا البخنون غلاتيف كي passionne يجي بعدها فعل الكي بخنون غلاتيف كي أوضع عن السوجة الفاعل اللي هو Jean de Gomier وهنا هذا اللي العفو كي هي الإغنية واللي يعوض جون دوغومييه كي لو باسيون اي متنو يعني شو كنت متنو هو في حالة قراءة القصة وصل بيا مرحلة بالقراءة انه هي متنو الان بريزونيير دي زونغلي هي بريزونيير حبيسة او سجينة
الإنجليز أو أسيرة. أسيرة أيضا أسيرة. طلابنا الأعزاء هنا، من هذه الملكة التي كي باسيون جون دي غامي؟ المقصود بها هنا إذا لاحظ بالكتاب عندنا الجين دارك. جون دارك. الجين دارك طلابنا الأعزاء هو لي سيمبول دو لا فاتاليتي دي فرونسي، رمز البطولة الفرنسية، وقصتها شائعة جدا أنها مقاتلة قاتلت في الجيش الفرنسي ضد الجيش الإنجليزي في حرب دامت طويلا. وكان منهمك أو منغمس في قراءة قصة هذه الملكة، عفوا هذه البطلة الإيراين، وهي طبعا تعرضت للأسر، وقعت تحت الأسر، ويبدو أنه وصل إلى هذه اللحظة، لحظة أسرها. طلابنا الأعزاء أدركنا الوقت يعني، والدرس القادم بإذن الله نعطيكم أسئلة المناقشة ومفردات مرادفات معاكسات واشتقاقات لهذه المحاورة. اليوم أدركنا الوقت، وإن شاء الله ستنعم طلابنا الدرس القادم، نعطيهم أسئلة عن هذه المحاورة، وراح نعيدها بشكل سريع حتى الفكرة تترابط، ونعطي المفردات المتعلقة بها. وعدنا نص آخر أيضا يتعلق في وجود ديغومي داخل الصف. تفضلي. شكرا أستاذ. الطلاب الأعزاء، نختم لي ريف دانفونس، أحلام طفولة جون ديغومي. à la prochaine fois nous continuons la leçon et je vais vous donner des questions pour cette leçon. طلاب الأعزاء، انهينا هذا الدرس، والدرس القادم راح نكمل أحلام الطفولة جون ديغومي، ونتواصل وياكم بإعطاكم أسئلة على هذا الدرس. وميرسي، أو ريفوار، إي بيانتو.